السلام عليكم. من 10 شهور بالظبط يوم 28 يوليو 2022 وعلى قناتنا دي على اليوتيوب خرجنا وقلنا لحضراتكم ان سميح ساويرس اخو نجيب ساويرس اللي هو ملياردير اغنى من نجيب ساويرس اخذ كل استثماراته ودولاراته ومليارات وخرجها بره مصر. لكن قبل ما اوريك الجزئيه ديت من الفيديو اللي احنا تناولناه مع حضراتكم وكان لنا الشرف طبعا، تعال اوريك النهارده نجيب ساويرس سميح ساويرس. الاول كان نجيب على قناه البي بي سي البريطانيه، النهارده سميح ساويرس على قناه العربيه السعوديه خرج بشكل صريح يتكلم عن الاحداث الاقتصاديه اللي حصلت في مصر واللي عمله عبد الفتاح السيسي، وقارن السيسي باردوغان وقال له اردوغان العمله عنده كذا بتحصل في الليره التركيه، الا انه فضل فاتح الاقتصاد والاقتصاد فضل شغال بعكس اللي انت عملته في مصر ووديت مصر ليه. سميح ساويرس اغنى رجل اعمال في مصر قرر النهارده ان يأدب عبد الفتاح السيسي على قناه العربيه السعوديه. لقاء المهندس سميح ساويرس اخو نجيب ساويرس كان على قناه العربيه، على قناه العربيه تحديدا. طيب خرج على قناه العربيه عشان يتكلم على اللي عمله السيسي في اخر سنتين اتنين بس لما اوقف الاعتمادات المستنديه. يعني ايه الاعتمادات المستنديه؟ يعني المستثمرين ورجال الاعمال والمستوردين اللي عايزين يجيبوا حاجه من بره لازم يحطوا الدولار اللي معاهم الاول في البنك المركزي، وبعدين البنك هو اللي يجيب لهم الحاجه من بره مصر، ما يترتب عليه تكدس السلع في الموانئ ووصول مصر للمرحله الاقتصاديه اللطيفه اللي انتم شايفينها وارتفاع الاسعار وتدهور قيمه الجنيه. ده اول فيديو للمهندس سميح ساويرس وهو على قناة العربية وبيطلع على عبد الفتاح السيسي. حصل في السنتين اللي فاتوا هو اللي وصلنا للوضع دوت. يعني من سنتين ما كانش فيه استيراد إلا عن طريق اعتمادات مستندية، فبالتالي كان فيه خامات كتيرة جدا ما عرفناش ندخلها. اللي ورا الجنيه كله وقع، لا في انتاج ولا في بيع ولا في استيراد ولا في توزيع. اثر كمان على حجم القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي اللي نزل من 62% ل 21% خلال 10 سنين. في الفيديو ده سميح ساويرس بيقول لك ايه؟ قال لك ان الاقتصاد الخاص او القطاع الخاص 21%، في حين ان السيسي قال لك ده الجيش 1.5%. يعني سميح ساويرس بيؤكد على كلمه نجيب ساويرس بان الجيش اشترى كل حاجه ومسيطر على كل حاجه. عشان كده الخليج بيشترط على السيسي، عايز فلوس؟ محتاج فلوس؟ اه محتاج فلوس، الجيش يخرج. الجيش طبعا انت ممكن تقول لي خلاص، طب ما السيسي هيبيع 10 شركات، يا عم ده حركه كده. يعني هو كان باع صفوه وطنيه اللي عرضها من سنه للبيع؟ ما باعهاش. فكان سميح ساويرس النهارده قرر يقول له كده بشكل مباشر، الاعتمادات المستنديه واللي انت عملته طول السنتين حصل للجنيه المصري اللي حصل له، وراح سكه اللي بيروح ما بيرجعش ورا مصنع الكراسي، فترتب عليه الوضع الاقتصادي اللي احنا عايشينه الان. كمان سميح ساويرس قرر ان يحط السيسي في كفه واردوغان في كفه، او مصر في كفه وتركيا في كفه. قال له ان تركيا حصل فيها انخفاض في قيمه العمله لكن الاقتصاد ظل شغال، الاستيراد فضل شغال، التصدير فضل شغال. ساويرس الكبير اللي هو سميح الملياردير الاغنى من نجيب قرر يطرق على عبد الفتاح السيسي كده على قناه العربيه السعوديه. العمله المصريه، لو العمله المصريه يعني مثلا تركيا سابت العمله بتاعتها تدهورت 60 او 70% ولكن التصدير ماشي والاستيراد ماشي والحركه ماشيه. المذيعه بتاعت قناه العربيه قررت تسال سميح ساويرس السؤال، طب انت ناوي تستثمر في مصر؟ لا 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 لا، استثمر ايه؟ انا سحبت كل استثمارات، انا وقفت كل استثماراتي في مصر. قال لي والله العظيم وقفتها في الجمهوريه الجديده، لقيتها جمهوريه جديده وواسعه من بحبحها كده ما عرفتش لانها، رحت موقف استثماراتي في مصر كلها. هل سميح ساويرس توقف عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية أو الدخول في مشروعات جديدة في ظل ضبابية سعر الصرف؟ اه طبعا. ازاي اعرف اذا كنت انا المشروع ده هيكسب ولا هيخسر؟ يا جماعة ده كلام اغنى رجل اعمال في مصر، اغنى من ساويرس واغنى من كل اللي انتم بتشوفوه. ده اغنى رجل اعمال في مصر فعليا، اخذ كل امواله ولجأ للسعودية. هي السعودية ارض الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان، عنده فكر اقتصادي وعنده مجموعة استشاريين بيفهموا في الاقتصاد، مش اللي يطلع يقولك انا بس اللي بفهم فيها، انا بس اللي بدورها، انا بس اللي بعمل، انا بس اللي نجيب. سميح ساويرس قالك بمنتهى البساطة انا صفيت. على فكرة بقى كلمة سميح ساويرس بتاعت ايوه انا موقف استثماراتي في مصر مش وليدة اللحظة ولا الشهر ده ولا الكلام ده. من 10 شهور خرجنا مع حضراتكم وقلنا كده، سميح ساويرس اخذ فلوسه وفل بره مصر هو ونجيب ساويرس. سميح ساويرس
أقوى رجل، أغنى رجل أعمال مصر، الملياردير سميح ساويرس، راح نط من المركب. سميح ساويرس يا جدعان الراجل اللي صرف مئات الملايين لترسيخ حكم عبد الفتاح السيسي، خلق عليه الفيديو ده يا جماعة من 10 شهور. على فكرة وقتها الإعلام المصري خرج قال ما حصلش، سميح قاعد، وسميح شخصيا قال ما حصلش، أنا ما عملتش كده، لكن احنا اكدنا وقلنا هو خرج. هو بعد 10 شهور خرج على قناه العربيه قال لك ايوه انا وقفت استثماراتي في مصر فعلا وبدات استثمر في السعوديه. ايوه والله هستثمر في السياحه السعوديه. سميح ساويرس هيستثمر في السياحه، هيطلع رحلات حج وعمره في السعوديه. انت متخيل؟ والله العظيم حاجه لطيفه. بقولك اغنى رجال اعمال اللي ضخوا للسيسي مليارات الجنيهات لوقت الثوره المصريه لتمويل تمرد، مش قادرين يعيشوا في بوتقة السيسي وتفكير السيسي العظيم، الاقتصاد اللي بيعمل العاصمة اللي بيعمل الجمهورية الجديدة بطوى الوضخة الوعرض، مش قادرين يستمروا، سحبوا كل ملياراتهم وخرجوا. سميح ساويرس كمان اتكلم عن الجنيه المصري زي ما احنا اتكلمنا في الايام اللي فاتت مع حضراتكم. سميح ساويرس اتكلم عن الجنيه المصري وقال لك انا مش يعني انا هستثمر اوكي في مصر بس لانهي سعر؟ حاكم الجنيه بتاعنا ده من شدة جماله كل واحد بيشتريه بسعره وبيبيع فيه بسعر معين. انا النهارده بشتغل لازم ابقى عارف راس في رجلي ولا لا، احسب على اني سعر، سعر الانترناشنال اللي هو مثلا 42 ولا سعر السوق السوداء في مصر 36 ولا السعر الرسمي 31. ايوه ده على فكره بس المهندس سميح ساويرس هو فاهم ان الجنيه له ثلاث اسعار، ده معناه ان الناس كلها يعني انت فكر زي المواطن البورس السيساوي، ما يا عم له ثلاث اسعار يعني الجنيه ده محبوب، ده الناس بتحب، ما هو المواطن البورس بيفكر بهذا الشكل، يقول لك ان طالما له ثلاث اسعار يبقى الناس كلها عليه اقبال. واخد بالك انت في كلمه المهندس سميح ساويرس؟ قال لك الجنيه بره مصر ب 42، ب 42 البنوك الدوليه بتتعامل مع الجنيه المصري ب 42، والمملكه العربيه السعوديه اللي منها قناه العربيه اللي سميح ساويرس طلع في اللقاء معاه عارف ان الجنيه المصري في المملكه العربيه السعوديه ب 45 مقابل الدولار الواحد، ب 45 و 50 مقابل الدولار الواحد، واكثر من 50 مقابل الدولار الواحد في مراكز الصرافه ومكاتب الصرافه والبنوك السعوديه. وده يوريك عظمة الإنجازات، أهم رجل أعمال في مصر كلها بشكل رسمي قال للسيسي أردوغان نجح وأردوغان عمل وأنت ما عرفتش تعمل. الليرة التركية رغم إن بيحصل فيها وصلت ل 20 ولا 19 ونص إلا إن الاقتصاد التركي شغال استيراد وتصدير وفي تطور بيحصل، أما أنت وقفت كل شيء وأنت اللي كنت مدور كل شيء ففشل. ده كلام سميح ساويرس أهم رجل أعمال دعم السيسي حتى الثمالة قرر إن قال لك خلاص استوب أنا هستثمر في السعودية، والسعودية ذات نفسها قالت له يا مرحب يا 100,000 مرحب بك يا سميح بيه. على فكرة يا جماعة زي ما قلت لكم بعيد وأزيد تاني في النقطة دي، سميح اللي هو سحب الفلوس بتاعته مش وليد اللحظة، ده من زمان بس هو اعلن، بس هو كل اللي عمله انه اعلن. زي نجيب ساويرس، قلنا لكم نجيب ساويرس من 2016 وهو بيسحب بره مصر استثماراته كلها، يعني مش من سنه، من 6 سنين وسبع سنين بيسحب فلوسه كلها بره مصر. ليه؟ عشان عارف نفسه ده رجل اعمال، تتفق او تختلف معاهم براحتك، انما دول رجال اعمال ورجل الاعمال لازم يكون شديد الذكاء، حد الذكاء. عارفين ان دي مركب، والمركب اللي ماشي بيها واحد بورم بيطلع يقول للناس انا بس اللي بفهم، انا بس اللي بدور دراسات جدويه ايه وبتاع ايه، هم عارفين ان دي مركب مش مخرومه، ده فيها خرم الايزون، يعني كده في ترعه هتغرق، مش هقول لك في المحيط، في ترعه، واحنا فعلا غرقنا في ترعه. فحصل اللي حصل ونجيب ساويرس خلع، وسميح النهارده بيعلن بشكل رسمي انا وقفت استثماراتي في مصر، انا بره هستثمر بره. ودي رجال اعمال السيسي ما يضحوش من اجل مصر، يعني ما تضحوا من اجل مصر، مش دي مصر والوطنيه واحنا اللي خونه؟ طب ما تضحي، قال لك والله هضحي بفلوسي بلا مصر بلا بتاع، اموالي ومليارياتي في عند ابن سلمان في امن وامان، الاستثمارات هناك في السعوديه جميله ونجح. ودي على ضيش السيسي، ودي رجال اعمال السيسي، عشان كده رجل الاعمال ابوه وامه وجده الجنيه مش الوطن، كل اللي كان بيحصل ده كان تجاره وطنيه فقط لا غير. سلام عليكم.